السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. يتحسر الإنسان بل ويتعجب عندما يخرج بعض من ينتسبون إلى هذا الدين يدافعون عن إيران ويزعمون أن إيران هي الناصرة للقضية الفلسطينية والناصرة للمسلمين في غزة. عجبي وعتبي ليس على العوام من الناس الذين هم هوام لا في العير ولا في النفير، لأنهم عوام لم يفقهوا ولم يقرأوا التاريخ ولم يدرسوا شريعة رب العالمين ولم يتعلموا الولاء والبراء، يخرجون ويدافعون عن إيران. لا عجب ولا غرابة ولا عتب، لكن العجب والغرابة ممن يتصدرون المجالس ويلقون بالدروس والمحاضرات وهم محسوبون على أهل السنة والدين الإسلامي بشكل عام، يأتون ويدافعون بأن إيران هي من وقفت بجانب فلسطين وهي التي ناصرت القضية الفلسطينية. والله ثم والله أن إيران لن ولن تناصر أي قضية من قضايا المسلمين، ولو وقفت أو أيدت ولو بشكل يسير أو ناصرت قضية فهي ليس من أجل القضية نفسها، لكن من أجل أن تظهر أمام الناس أنها تقف مع المظلومين ومع المضطهدين ضد الظالمين والطغاة. هدف إيران هو تدمير البلاد الإسلامية، وسوف نقف لمقطع لنسمع منه ماذا يقول هذا المجرم وإلى أي شيء يصل تفكير هؤلاء وإلى أين يريدوا أن يصلوا، ثم بعدها نسمع بمقطع آخر وللأسف لأحد المخدوعين بالروافض وهو يدافع وينافع، ومثله كثير وللأسف، جهل بالتاريخ، جهل بالدين، جهل بالسياسة، جهل بكل شيء. إيران هدفها من الدين هو الكفر والزندقة والتطبير والزحف نحو الأضرحة والمزارات والمقامات. الآن نحن في الأربعينية، انظروا ماذا يفعلون من أجل هذا الأمر. أموال طائلة بميزانية عالية من الدولة يصرف على المواكب. لإيش؟ ماذا يحصل في المواكب؟ ماذا هناك؟ فحش، عهر، دعارة، بيع النساء أنفسهم. وأتحدى معمم يخرج وينكر هذا الأمر وينكر أن المواكب هذه والناس الذي يمشون في المواكب ما يتحرشون أو ما يعرضون لهم نساء لكي يعملوا الفاحشة معهم. يخرج معمم وينكر هذا الكلام، لا يتجرأ ولن يستطيع، لأنها أصبحت ظاهرة وعلنية وليس هناك أي قانون يمنع ولا محاسبة ولا رادع. نعم، نساء ينتهزون مجيء الأربعينية لكي يكسبوا الأموال الطائلة من خلال هذه المراسيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نسمع المعمم ماذا يقول. وحركات مقاومة، ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ موجودون لا يمنعك جميعا، ذهبتم إلى سوريا وقتلتم الإرهاب، ما الذي يمنعكم من التوجه باتجاه فلسطين وتحريرها من القرار السياسي في المنظومة العربية السياسية سواء في سوريا والعراق ولبنان والبحرين والمملكة الرمال والكويت والدول العربية؟ هذه الدول أغلبها
ليست مستعدة إلى هذه المرحلة، لذلك قد نضطر إلى إسقاط هذه المنظومات. وأعتقد أن من الأولويات أمامنا هو إسقاط النظام السياسي في مملكة الرمال الجزيرة العربية آل سعود. هؤلاء رأس المشاكل في المنطقة، هؤلاء هم أساس المصائب في المنطقة، هؤلاء أخطر من الصهيونية علينا. يجب علينا أن نسقط مملكة الرمال ونصلي في المدينة المنورة ومكة، ومن حينها سنصلي. إذن وشهد شاهد من أهلها. اسمعوا وعوا يا عالم يا ناس، ما هدف الروافض في الحياة؟ إسقاط مكة والمدينة لكي ينشروا الشرك، لكي ينشروا البدع، لكي ينشروا الكفر والزندقة. ثم يخرج علينا من يكون درعا لهؤلاء المجرمين وهؤلاء المجوس الرافضة. نسمع شخصية أخرى ماذا يتكلم ويقول عن إيران. دعم حركات المقاومة التي تضعف هذا العدو أو تشغله لصالحهم عن أن يخوض معارك ضد إيران مباشرة، هو في الآخر هو مصلحة بالتأكيد ذات بعد دائم. للأسف الشديد هذا يريد أن يكون درع لإيران مقابل اليهود، وهم يريدوا أن يحتلوا مكة والمدينة. كيف نجمع بين الأمرين؟ أترك الجواب لكل عاقل ومنصف وغيور على دينه وغيور على نبيه وزوجات نبيه وصحابة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.